بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ونكسن داود الكسور دوادا ورك تلفزيون كستار تي في أو هذا هنو كلايد كيما دا استوديو تلفزيون كلية هاي مجال ده هرجيسة وركنا هدي بيد مو حد لسه عطين دونا أنا جو محمود حسين شامع قطب دا ورك هاد كدا وان دون تنا وحكم دا مدحونها الصومالي لأن مدني أحمد محمد محمود سيلاني وكسر نقضي مانتها مجال ده هرجيسة وعنو مدحونه مالمه وجودا بي كسرنا مجال ده بربرة حرونت الجبل كالساحل مدحنا غميد حلي بانو إيو وحقرد كا جبل كالسناقنا وحا أيسي أدق وقهد لين قرقا قدومي هوري إي بانك الصومالي لأن مرحون عبد الرحمن دعالي أو لشيغي إن حكومة الصومالي لأن إي بي سي أقولها وكل هذا سومالي لأن وحى أي كلن لقتن مريها وكالد بيها ويحكوا ديان سؤال لحريرة مشروع بيا بلارنتا يو هولها وح قبض وقرن كوها يو مقالة هرجسنا وحى لجو قبته حفلة لجو دافوري يي قيب عصب أو تلفزيون كايستار وجو ترجع لي مقالة هرجسا إن أي لحظة شو قيب تلوية قارنا لوكال كا تلفيشة كيستارنا واحا واربحين ايدين كدياري حالة دا نروريد ديگانا دا قرار قبل كالسناعك داوديال كواسي واقضو بدا واركو قطور كرون انتا اينا نقلين واركو فافحصنا كسور دوادا قدر حيسيسا